الخير والفل والسعادة على كل هو وكل هن بيشوفونا دلوقتي. يوم جديد من أيامنا من هو هن على شاشة قناة المحور. عندنا حاجات كتيرة جدا، لكن خلوني في البداية أرحب بمرموري. ازيك يا نرمو؟ أخبارك يا حبيبتي؟ كله تمام؟ طبعا في البداية بسلم على كل مشاهدي قناة المحور في كل مكان. النهاردة يوم جديد وحلقة جديدة من حلقاتنا في هو هن. النهاردة بقى هبدأ كلامي كده بمشكلة كبيرة جدا جدا، ممكن تكون شغلة بال ستات كتير، أو في ستات كتير بيفكروا إن هم يعملوا كده. النهاردة يعني من كام يوم كده قريت تقرير، كنت لسه بحكي مع نرمين، لقضية خلع رفعتها واحدة على جوزها. الأسباب اللي خلت الزوجة تعمل كده عشان تنفصل أو تخلع جوزها، كان لازم النهاردة نناقشوا الحقيقة. فهو هنا ست دي بتقول إن جوزها بخيل جدا جدا جدا، ومن كتر البخل في فترة حملها جالها فقر دم. المصيبة بقى أنها كانت حامل ساعتها في توأم، استحملت الفترة دي بشكل كبير، وقالت ممكن ده يتغير زي ما أي واحدة ست بتقول، ده ممكن بعد كده يحصل تغيير، ممكن لما يشوف ولاده بقى قدامه ويفرح بيهم الدنيا تتغير. فأعتقد أن ده بيبقى فكر ناس كتير، بس الغريبة ان هو يعني حصل العكس تماما، يعني بخيل في الاكل، يعني جالها فقر دم، ده من قله الاكل، فدي حاجه بشعه الحقيقه. هو زي ما انت بتقولي بقى، او يعني تكمله على كلام مروه، ان هو حصل العكس، ان هي قالت يمكن لما تخلف، زي الستات كتير يقول لك ايه، لما يتجوز هيتغير، لما اخلف هيتغير. محدش بيتغير يا جماعه، اللي فيه طبع، زي ما في مثل كده بيقول لك الطبع بيغلب التطبع. بعد ما هي ولدت قعد في مره عادي بقى ولادها شويه كده بتاكلهم فراخ ولحمه وبتاع، قعد برضو يهينها وقعد يضربها، ويعني تصرف برضو غريب جدا. وهي بررت له، قالت له طيب دول ولاد وصغيرين ويعني محتاجين اكل، وهي نفسها محتاجه اكل، لان الست طبعا في فتره الرضاعه كمان بتبقى محتاجه تتغذى كتير جدا علشان يعني ترضع الولاد دول. لقت ان مفيش فايده، وزي ما قلنا ضرب وشتيمه ومهانه وتهزيء على طول. هي راحت اتجهت الحقيقه على طول، وقبل كمان ما تتجه للخلع قالت له طب سيبني اشتغل، يعني سيبني انزل الشغل. هو رفض. طيب يعني انت لا بترحم ولا بتسيب رحمه ربنا تنزل، طب انت عايز ايه؟ ده بقى مش بخل يا نرمين، يعني هي برضو رفعت عنه الحرق. هقول لك لا، البخل بيبقى ممكن هي لما تقول له انا هنزل اشتغل ترفع عنه الحرق خلاص، يسيبها ويريح دماغه ويقول هي هتصرف على البيت. ولو ده بخل فعلا كان هو اداها الاريحيه انها تنزل تشتغل. لا، ما هو بخيل برضه، هو عايزها تبقى ما أنا في بيته. ده بقى مش بخل، ده بقى اكتر من البخل، اللي هو عنده امراض نفسيه ممكن يكون بيمارسها على زوجته، ان هي مثلا بتعرض عليه انها تنزل تشتغل عشان طبعا تجيب يعني اكل لعيالها ولبيتها وطلباتها واحتياجاتها، اللي كمان للتوأم اللي عندها. هو قال لها لا، فده انا اعتقد ده مش بخل، بس ده كان لازم فعلا يحصل كده، لان كان في شتيمه وكان في ضرب وكان في مهانه، خصوصا كمان ان هي يعني قالت، وهي اللي بتبقى والده توأم دي يعني بيبقى الله يكون في عونها لحد 6 سنين تبتدي تكلميها، لكن تقول لك بعد لما تولد انا هنزل اشتغل، فدي طبعا بس انا مستغرباها في حاجه، يعني زي ما انا قلت الطبع بيغلب التطبع. طيب دي المفروض وانتوا في فتره الخطوبه اكيد شفتيه، يعني اكيد شفتيه، لانه مثلا الضرب والشتيمه هو مش بيجي فجاه، ده بيبقى باين من ايام الخطوبه على فكره. بتشوفي، مش لازم هقول لك يضربك، بس في انا شفت شخصين نماذج بيضربها فتره الخطوبه، هتقول لك ايه لا انا هستحمل اصل انا بحبه، اصل هو يتغير بعد الجواز. حبيبتي مفيش حد بيتغير بعد الجواز، بالعكس ممكن الواحد يسوء اكتر، لانه خلاص اتقفل عليهم باب بيت واحد، فزي ما بنقول بيتشال الحياء ما بين الطرفين. فلو هو الزوج او الزوج، على فكره بتكلم على اي من الطرفين، لو عندهم استعداد للغلط او قله الادب او التجاوز، لا صدقوني الموضوع بيزيد اكتر. فانت برضو انا اسفه جدا، انا بلوم على حضرتك ان انت كملتي وانت في فتره الخطوبه، اكيد كانت في مؤشرات، او يعني زي ما نقول في لومط كده بتنور، اول ما كنت تشوفي اللومط دي لا اجري يا مجدي، يعني يعني كنت تمشي بطولك طبعا بدون اولاد، عشان طبعا ما يحصلش الموضوع لحد الخلع والمحاكم ويبقى فيه كمان طبعا، بس طبعا ده نصيبها. نصيب بالظبط. خلينا بقى نروح النهارده نقول معانا ايه في حلقتنا في هو وهن. هيكون النهارده معانا عضو جميل الحقيقه من مسلسل مليحه، الفنانه الجميله الصغيره شهبه محمد، اللي جسدت شخصيه بنت الفنانه او بنت مليحه في المسلسل. احداث المسلسل هنعرف تفاصيل كتير جدا عن الكواليس وعن ايه اللي كان بيحصل، وهي استفادت ايه عشان هي سنها صغير و يعني شاركت في احداث مسلسل مهم زي ده. بالظبط، مسلسل مليحه الحقيقه كان بيتناقش او بيناقش القضيه الفلسطينيه وقصة بنت من فلسطين. دي إن شاء الله هتكون في ضيافتي، هيكون في ضيافة مروة بقى البلوجر، بلوجر السفر دينا عسل،
هنتكلم بقى عن رحلاتها في الخارج ونعرف كده الرحلة والمغامرات بتاعتها في الفقرة إن شاء الله تكون في ضيافة مروة، عشان كمان اللي بيحب السفر يعرف يروح فين ويعمل ايه وكمان بأرخص الأسعار. والفقرة الثالثة كالعادة هيكون معانا فقرة المطبخ اللي بناكل فيها وبنستمتع فيها بأكل كمان لطيف وسريع وكمان إن شاء الله يكون صحي. تعالوا نطلع لفاصل وبعد الفاصل نرجع ونبدأ أولى فقراتنا الحوارية.